الراجل ده عاش تحت المية 3 شهور ولما طلع صغر 10 سنين. قصة مثيرة عملت ضجة على السوشيال ميديا. ايه الحكاية دي وازاي حصل ده؟ في أوضة صغيرة في أعماق المحيط الأطلسي، قرر ديتوري أستاذ في جامعة جنوب فلوريدا وضابط بحرية أمريكي متقاعد إنه يغوص تحت المية ويقعد فيها لمدة 93 يوم، يعني حوالي 3 شهور، وبكده حطم الرقم القياسي العالمي السابق واللي كان بيبلغ 73 يوم. وتم اعتماد ديتوري في موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه قضى أطول وقت ممكن تحت الماء. ديتوري قال إنه مش ده كان الغرض الأساسي من الأعايد تحت المية، لكن الهدف الرئيسي هو إنه يبقى جزء من مشروع نبتون اللي بيهدف لدراسة طويلة الأمد للتأثيرات الفسيولوجية والنفسية للضغط على جسم الإنسان. ومن تجربة ديتوري، ضغط المية خلاه يخس نص بوصة، وكمان في تحسن كبير في نومه ومستوى الكوليسترول، وأخيراً بتحميه من أمراض الشيخوخة.